دلوقتي احنا ملاك العربيه 3008 تمام، جايين بنعمل بس وقفه قدام الفرع بتاع منصور. الامن كلهم طالعين بيمنعوا دخولنا للفرع، وبما فينا في عربيه عطلانه سخنت على الطريق، عربيه 3008 جديده اهي اهي، بص 3008 جديده اهي، ومنعنا ندخل التوكيل. ده توكيل محترم، ده تصرف محترم من منصور، وانا شايف حد في الاداره فوق بيصور هناك اهو، يعني زوم عليه تمام. فمنعنا ندخل، قافلين البوابات، منعنا ندخل التوكيل، التوكيل اللي احنا وثقنا فيه واشترينا منه عربيه، نصب علينا وشال اوبشن، ومنعنا ندخل، منعنا ندخل في اي حته جوه، منعنا ندخل في اي حته جوه. فنحن لا نثق في بيجو مصر، لا نثق في منصور، سرقنا، شال الاوبشن من العربيه، وكمان منعنا ندخل للصيانه. السلام عليكم، النهارده الجمعه واحنا واقفين قدام توكيل بيجو في مصر اللي ضحك علينا كلنا، وعدد من الملاك موجودين ومستائين جدا من التعامل السيء ومن الاوبشنز اللي متشاله من العربيه. وعملنا شكاوي في حمايه المستهلك، وحاولنا بكل الطرق السلميه والطرق القانونيه ان احنا ناخد حقها، ان احنا ناخد حقنا. احنا عايزين نتجمع وحد يبتدي يا جماعه لو سمحت، ممكن نتجمع كلنا هنا كده. انا عامل لايف بس على الجروب، احنا عاملين لايف على الجروب، لو نتجمع كلنا بس. كام؟ 19 عربية، واحنا لسه الناس بتتجمع. ف دول الملاك والعربيات والرسائل اللي بيوصلوها، مستائين جدا من منصور ومن التوكيل عشان الاوبشنز اللي متشالة من العربية. احمد محمد فارس، استاذ احمد محمد، طب هيثم محمود، مش عارف ازاي نبقى قاعدين في قاعده قانونيه مع وكيل ويكذب ويقول ان هو ما عندوش غير جيت لاين بس، واحنا شاريين عربيات جيت لاين A وجيت لاين بس وجيت لاين بلس. فالناس كلها مستاءه، ازاي يبقى عندي على العربيه وعلى المرايه في العلامه دي، اعتقد باينه شويه، اللي هي البلايند سبوت، وما تبقاش شغالة عشان الوكيل مش منزل السيستم بتاعها، وده غش تجاري. كمان لما ندور العربية بعد شوية ونشوفها هنلاقي فيه warning driver warning attention warning، وده برضو مش شغال، شغال البيزك بتاعه، لكن موجود في العربية من جوه ال sorry options من جوه اللي بتبين اللين ديبارتشر، وده مش شغال في العربيه، وده بياكد التعامل السيء، ومش عايز اقول النصب، مش عايز اقول النصب، لكن نحن لا نثق في بيجو مصر، وبيجو مش في ايد امينه ولا حاجه في مصر. بيجو العربيات كلها والملاك كلها متضايقين جدا عشان اللي منصور عمله فينا، حجزنا عربيات على اساس معين واستلمنا حاجات مختلفة تماما. فبحب اوصل لكم الرسالة ان بيجو مش في ايد امينة في مصر، واحنا هنكمل وهناخد حقوقنا بالكامل، بس بالطرق القانونية، بالطرق القانونية تماما. واحنا رحنا حماية المستهلك وعملنا اجتماع مع حماية المستهلك ومع منصور في عربيات تانية واقفة في اماكن تانية نظير الزحمة، فاعذرونا مش عارف نجيب كل العربيات. ف احنا عاملين الوقفه دي احتجاجا على التعامل السيء والاوبشنز اللي متشاله من العربيه 3008 وال 5008 في مصر، وبناكد ان احنا مش هنسكت وهنكمل بكل الطرق القانونيه وبكل ما اوتينا من قوه لحد ما ناخد حقنا. ودي مجموعه الملاك واقفين معترضين قدام توكيل بيجو، وبقول لكم ان بيجو مش في ايد امينه ولا حاجه في مصر، امينه خلاص ماتت. بيجو في ايد بتشيل وتحط بمزاجها في الاوبشنز وبتعادي كل الملاك، فلا تثق في بيجو مصر، لا تثق في بيجو مصر.
اصل انا جيت امبارح قلت له كنت عامل فوق صندوق باسكت زباله. ماشي بيضاء تحت الفكره في عباس راحوا شالوه. لا بس انا اقول لحضرتك على حاجه، انت تجري من اللي احنا مش توكيل. هو مش واخد باله. طب هم ما بيع. هم احنا لاغين. احنا انتوا بيجو. اسمعني بس. بس بيجو. بس بيجو. والله ما بيجو. يا كل الفكره احنا احمد ياسين. احنا لاغين. زمان بقى له. هو حكايه وابعت ميل للوضع. ابعت ميل. لا اصحابه التوكيل منه صحيح والله. هقول لك ازاي احنا بيتاخد مننا وبيتسلب مننا حقوق وبيتسلب مننا وسائل امان وكماليات اساسيه. انا مش هتكلم عن شغل المعارض ولا الكلام ده، يعني مش هتكلم عن حد بيشيل كاسيت من عربيه او بيغير كاوتش او التصرفات والممارسات السيئه اللي بتتعمل هنا دي. انا بتكلم على عربيه حقيقيه بتتباع، التوكيل بيجيبها منزوع منها 24 كماليه اساسيه. كانت صاحبه الكماليات دي بعضها كان صاحب مع التوليفه والباكج والموتور المحترم، كانوا اصحاب ان العربيه دي تاخد جوائز في اوروبا. اوكي، على مدار سنتين يعني، لان العربيه كانت تحمل تكنولوجي محترمه جدا جدا. فانا عايز اكلمك النهارده، العربيه دي بتجيلنا بسعر اغلى من الخليج، تمام، واغلى من اوروبا، ولكن نزع منها 24 كماليه اساسيه في تلك العربيه. العربيه دي يا جماعه في السعوديه زي اي دوله ليها ثلاث فئات فقط، بيز لاين اللي هي الاكتيف، هاي لاين اللي هي الالور، توب لاين اللي هي الجي تي. هنا في مصر يعني الوكيل اول ما جابها، وده كان تعليقي لما كانت الناس بتقول لي ايه عيب العربيه دي، اول ما نزلت كنت بقول لهم الفئات كتير قوي، تمام. الوكيل جابها 8 فئات، كل فئه يحط فيها زرار يسميها اسم. يعني كان فاضل اكتف، اكتف بلس، الور، الور بلس، الور بلس بلس، جي تي، تي تي، ميمي، سوسو، نونو، يعني خلاص ناقص يحط لك دواسة ويسميها يعني ويحط لك فئة أخيرة ويسميها توتا بلس، يعني مش لاقي حاجة يعملها. خلاص؟ 8 فئات. شوفوا المهزلة اللي احنا بنتعرض لها، 8 فئات الوكيل جابها. تلك السيارة 3 فئات فقط في السعودية. تبدأ من 88,000 ريال، تنتهي عند الجي تي 120,000 ريال. ده معناه حوالي 564 ألف جنيه مصري لأعلى فئة تحمل الكماليات الموجودة في مصر، وال 24 كمالية الإضافية اللي متاخدين مننا. 564 ألف جنيه حضرتك هنا كنت ببيعها لي ب 640 ألف جنيه منزوع منها ال 24 كمالية دول. ليه؟ والسعودية دولة شبيهة بنا تماما في سيستم الضرائب. حتى الضريبة الأخيرة القيمة المضافة السعودية ضافتها من فترة قليلة جدا جدا، أصبحوا شبهنا تماما. وما بيدفعوش جمارك على العربيه. ما هو انا قلت بيجو 3008 يا فندم، وعنوان الفيديو كده، تمام. ليه حضرتك بتبيعها لي اغلى منهم بحوالي 75,000 جنيه، تمام؟ حتى لو قلت لي عندي مصاريف وعندي رسوم وصلي بجيب العربيات بشحن وبحط تامين وبحط، ليه بتبيعها لي 75,000 جنيه ونازع منها 24 كماليه؟ صباح الخير يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين، شهر كريم علينا يا رب. معلش، هو في عندي بس حاجه مضايقاني من منصور شوفرليه. بتصل النهارده. صباح الخير، صباح النور يا فندم. لو سمحت عايز اسال على فيتيس اوبترا 2013، سعره كام؟ ثانيه واحده يا فندم، خليك معايا دقيقه رد عليا. ايوه يا فندم، عامل
90 400. فبقول له حضرتك انا مش بسال على موتور كامل، انا بسال على فيتيس اوتوماتيك اوبترا 2013 مش 2019 كمان. قال يا فندم ما ده سعره 90 400 وده بدون تركيب، يعني لما اجي كمان عقبال ما يعني بالتركيب يبقى عامل 100,000 جنيه. فيتيس اوبترا عند منصور شوفرليه موديل 2013 الشكل القديم لما يعمل بالتركيب ما يقرب من 100,000 جنيه. ده يبقى اسمه ايه؟ يا ريت بس حد من الناس يعني يعرفهم ان حملة خليها تصدي فعلا احنا عندنا حق فيها، وفعلا ان هم عالم مفترية وعالم بتنهب فلوسنا، وعالم الحاجة ما بتقفش عليها بتلاتة تعريفة وبيبيعوها لنا بارقام فلكية. معلش انا لما سألت عليه استيراد، تمام، لما سألت على الفتيس استيراد بيتراوح على حسب العمر بتاع الاستهلاك بتاع الفتيس، بيتراوح من 4 لـ 6 7 بالكتير قوي، تمام، يعني فرق 90% اوفر في التوكيل عشان جديد. فحرام حرام، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا منصور الشوفرليه. وبجد اللي اداله التوكيل ده يعني اكيد مشاركه، يعني اللي ادى منصور شوفرليه ده التوكيل في مصر اكيد مشاركه. يعني عربيات ما يعلم بيها الا ربنا، الشوفرليه الاوبترا الجديده يعني عربيه سيئه جدا وفيها عيوب كثيره جدا وغاليه جدا وقطع غيار في الخيال، في الخيال يعني فعلا قطع غيار خياليه، انا ما شفتش كده، يعني حرام حرام. السلام عليكم. على ما يبدو ان ازمه سياره شيفروليه اوبترا 2017 الشكل الجديد بدات تاخذ منحنى قضائي مختلف عقب تقديم العديد من الدعاوى القضائيه ضد القائمين على الشركه، خاصه بعد ان احتدمت الازمه لدى قطاع كبير من المواطنين الذين يثقون في الشركه، وذلك على الرغم من انتشار فكره ان السياره صيني، الا ان المواطن المصري لم يصدق الامر باعتبار شركه شيفروليه صاحبه اسم كبير، ومن المستحيل ان تخدع المواطن من خلال استيراد سياره صيني وتضع عليها علامه شيفروليه بغرض ان تجد لها زبون في سوق السيارات. وفي تطور سريع ومفاجئ لازمه السياره شيفروليه اوبترا 2017، اقام عدد من المواطنين وعلى راسهم المحامي محمود عبد الخالق الدغيدي دعوه قضائيه امام المحكمه الاقتصاديه قيدت برقم 1526 لسنه 2019 اقتصادي ضد محمد لطفي منصور بصفته رئيس مجلس اداره شركه شيفروليه للسيارات، يتهم فيها بالغش التجاري وتعويض ورد ثمن السيارات. وفقا للدعوه فان الطالب محمود عبد الخالق الدغيدي يمتلك سيارة بموجب رخصة تسيير رقم نون ه 4315 وقام بشرائها من شركة شيفروليه مصر ورئيس مجلس إدارتها المعلن إليه، ومنذ أن قام بشرائها وهي كثيرة العيوب والأعطال، كما أنها ليست حالة فردية كما تدعي الشركة، بل الكثير من السيارات من هذا الموديل لا يمر أكثر من عامين إلا ولزم تغيير الآتي: ترومبة باور دكسيون وقاعدة فتيس، وذلك بخلاف قطع غيارها المش متوفره في السوق والاجماع جميع التجار بانها سياره صيني. وقامت شركه شيفروليه بتغيير العلامه فقط، اما عن الهيكل الخارجي للسياره فقد وصل الامر الى تاكل الهيكل الخارجي الصاج والبرومه على الرغم من مرور عامين فقط على تاريخ شراء السياره. وعندما قام الدغيدي الشاكي بالذهاب الى التوكيل لعلاج هذه المشكله بالهيكل الخارجي كل مره يقوم باعطائه ميعاد، وعند الذهاب يقوم بتغيير الميعاد اخر، وذلك بحجه عدم وجود الفني المختص بنية المماطلة حتى تنتهي فترة الضمان الخاص بالسيارة بحسب الدعوة. ولما كانت الشركة تقوم ببيع السيارة وفيها غش تجاري، وذلك لعدم القيام بعمل الدهان بالطريقة الفنية السليمة مما أدى إلى تلفيات بالهيكل الخارجي للسيارة، الأمر الذي يستلزم معه تغيير أبواب السيارة. فهل من المنطقي سيارة لم يمر على تاريخ شرائها سوى عامين وسعرها تقارب 250,000 جنيه والأبواب تصبح صاغ البرومة؟ وهل من منطقي ايضا ان يقوم المشتري بتغيير الابواب بعد عامين فقط والعربيه لكي تصبح العربيه بها عيب فاضح وتصبح حكم الخرده لا يقبل احد بشرائها مستقبلا، او يقوم المشتري بتغيير الابواب وتدريجيا ينتشر الموضوع في باقي السيارات حتى يصل لمرحله التغيير بجميع اجزاء؟ وهذا بديهي لان الدهان والهيكل كله من نفس الخامه وتم الدهان بنفس الطريقه، هكذا تقول الدعوه. وبحسب الدعوه فان الشاكي قد سبق وان تقدم شكوى اخرى الى جهاز حمايه المستهلك الا انها ما زالت قيد النظر،
ولما كانت الشركة المعلن إليها ارتكبت جريمة الغش التجاري والمنصوص عليها في المواد والطعون، الدعوة تطرقت أيضا إلى أزمة أخرى بتواجه شركة شيفروليه منصور، ألا وهي الغش في البيانات التجارية، حيث أن المشرع طبقا للدعوة نص في المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1939 على وجوب مطابقة البيان التجاري للحقيقة من كافة الوجوه، إنما قصد حماية المستهلك من كل تضليل في شأن حقيقة ما يعرض عليه من منتجات وإرشاده إلى مختلف رغباته وحاجياته ليختار منها ما يصلح. ومن جانبها حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 30 يوليو كأولى جلسات نظر الدعوى المقامة من المحامي ضد محمد لطفي منصور بصفة رئيس مجلس إدارة شركة شيفروليه مصر. ملخص الحوار ده زي ما قلت لكم ان شيفروليه فعلا صيني، فعلا فيها مشاكل كتير جدا، الناس اللي كانت بتعاندني وبتكلم معايا في المواضيع دي، يا جماعة ان العربية دي مش بتاعتي ولا منصور ده ابن خالتي عشان ادافع عنه او اشتم فيه. الا منصور وهبور يا جدعان مبهدلين البلد بقالهم فترة كبيرة جدا. دي أول دعوة قضائية تتفعل رسمي وتنتشر رسمي بالطريقة دي، يمكن من كتر الضغط اللي جاي عليهم الفترة الأخيرة، لكن هو يستحق أكتر من كده الصراحة. الناس دي تعبتنا كتير جدا وكفاية قوي كده عليها في السوق. حبيت أن أقول لكم الدعوة زي ما هي منقولة بالظبط من يوم السابع بدون أي تحريف، واللي حابب برضه يخش يتأجل من موقع النهاردة مسجلها الساعة 3:43 مساء على موقع اليوم السابع على الإنترنت. وأولى جلسات المحاكمة يوم 30 يوليو. يا ريت نشهر الفيديو ده على قد ما نقدر يا جماعة، ونقدر نبهدل التوكيلات دي لحد ما ناخد حقوقنا كلها منها. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي اسامه صفوان، انا كاتب على عربيتي منصور شيفروليه اسوأ وافشل توكيل عربيات في مصر بمهندسينه، لان انا عندي عيب في العربيه، رحت لهم اكتر من 7 أو 8 مرات نفس العيب موجود، المهندسين اللي هناك بيقولوا لي اتعمل ومفيش حاجه بتتعمل، باقي العيب لسه موجود زي ما هو. فانا عامل الفيديو ده عشان الناس، في ناس كتير زي كده بتشتكي من التوكيل ان كان منصور او غيره، بس منصور الشكوى فيه اكتر، وده اللي انا بشوف كل الناس اللي بتشتكي من معظم شكوى في اي عربيه شيفروليه او حاجه تبقى الشكوى في الوكيل نفسه في منصور. عملت الفيديو ده عشان يتشير، الناس مطلوب منها تشيره على اوسع نطاق علشان نعرف نوصل لحل في النصب اللي بيحصل علينا من التوكيلات دي، ان كانت الحكومه تتدخل او اي حد يقدر يساعدنا ان احنا نخلص من النصب اللي بيحصل علينا ده. يعني هو بياخد دلوقتي بياخد بيفرض علينا نعمل صيانات العربيه كلها عنده في ال بيفرض علينا نعمل صيانات العربيه كلها عنده بمبالغ عاليه جدا. انا لو عملتها بره بعملها بنصها واقل من النص، تبقى نفس الصيانه ونفس قطع الغيار ونفس قطع الغيار الموجوده جوه موجوده بره، ويمكن بره بتبقى احسن كمان وسعرها اقل من النص اللي موجوده في منصور. انا معايا فواتير هتثبت لكم دلوقتي بالدليل. وعلى فكره انا رحت اشتكيت عشان اقول انا اشتكيت في حمايه المستهلك فعلا، بس حمايه المستهلك بعنا المنصور، ولقيت الموظف اللي هناك ماشي مع منصور مش معايا، يعني بيدور على حق منصور او بيريح منصور، واقول لكم اللي حصل بالتفصيل. تمام، دلوقتي اوريكم الفواتير وكل حاجه حصلت. وفي حاجه كمان، يعني المفروض ان دوت عيب صناعه في العربيه، المفروض لما رحت اعمل صيانه الالف المفروض في تسريب زيت في العربيه، المفروض هو يقول لي عليه ويقول ان في كذا ويعالجه او يقول لي علاجه او، لكن هو مفيش حاجه من الكلام ده خالص، ولا كان في حاجه في العربيه، ولا قال لي على اي حاجه، ولا جاب سيره حاجه خالص. بدل ده يدل ان هو هناك مهندس ما عندوش ضمير، الناس اللي شغاله هناك ما عندهمش ضمير، وده اللي الواحد بيلاقيه في معظم مهندسين المنصور. ولسه ما دخلتش في سنه ونص. البيبان فيها برومه؟ برومه مصوره على باشمهندس محمد، تمام؟ وبيقول لي اسم مين؟ متولي احمد متولي. بص يا فندم. عامله كام كده؟ 16. 16. بقالها سنة معاك؟ يعني هو مكتوب في الضمان من 6/2014، بس أنا واخدها بعد كده، أنا واخدها في رمضان في شهر 7/2014. تمام تمام. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا هرفع قضية على الشركة. أنا شغال في محكمة سيادة اسكندرية يا فندم، وأنا ليا حقوقي والشركة ليها حقوقها. أنا من حقي إن أنا أرفع قضية على الشركة، لأن أنا بقالي سنة ونص ولا أقل من سنة ونص العربية تجيب برومة. طب ليه؟
ده عيب تصنيع. ما حدش انكر قبل قال لك ده عيب تصنيع. منصور شوفر الله حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. عربيات زبالة. عربيات زبالة. انصح اللي يجي يجيب ديمكس. ديمكس خليج استراد. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. منصور شوفر الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. 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 منصور شوفر الله. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. شوفوا القصر يا جماعة. شوفوا يا جماعة القصر. مكسورة العربية. مكسورة القصر. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. البطارية بتاعتها والعربية جدا نوفي. الموتور بتاعها. جديد نوفي لسه. شوفوا يا جماعة. شوفوا يا جماعة الناحية التانية برضو. الناحية التانية. شوفوا يا جماعة. قرب هنا يا محمد قرب. قرب. شوفوا يا جماعة بصوا يا جماعة. شوفوا يا جماعة والناحية التانية اهي برضو. هي نفس العربية. هي نفس العربية. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا يا جماعة هي نفس العربية اهو. اهو. هي نفس العربية. الكسر التاني اهو. اهو يا جماعة. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. رخصة العربية على اذنك. رخصة معاكم يا باشا. افتح كده عشان بقى العداد. غش تجاري وغش في البيانات وحاجة آخر يعني آخر زبالة بصراحة. غش تجاري بيحطوا علامة على ماركة تانية خالص، عربية صيني يحطوا عليها ماركة شيفروليه، وغش صناعي كمان البرومة تسرح في العربية بعد سنتين، وكمان غش في البيانات حاجة يعني بقت فوق المحتمل بصراحة. فاحنا عشان كده بنقول خليها تصدي والناس ما تتسرعش وما تشتريش، لكن كله بيتسرع وبيجري عايز يشتري بأي طريقة، واللي بيشتري بيلبس اليومين دول بصراحة. وإليكم صورة الدعوة بالكامل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.